مرة تانية المرة دي أنا لقيت العلامة بتاعتها، صاحبتنا اللي كنت بدور عليها ايه موجودة هنا، خلينا نستدعيها. صديقنا اللي هنا طبعا ال استعانة بيهم ويخرجوا من المعركة أحياء، ده بيعمل بروجريس للقصة بتاعتهم. يعني نستعد للمعركة الحلوة دي، يلا يا رجالة، ولو إنه بيصعب البص بالمناسبة. يعني أحيانا بيبقى لو لعبت لوحدك بيبقى أسهل. أوكي السلاح. ايوه انت بقى، مع السلامة، يلا بينا يا شباب. احسن حاجة ان هم ما نزلوش تحت. طب كويس. اوكي فين اخوك التالت؟ فين التالت؟ تعالى لي انت، تعالى لي انت. ايوه المؤذية بتاعتهم دي، انت مش هتطول كتير انت. بس خدت فرصتك. توقيت وحش بس اخلع 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 بس بس، استريح استريح استريح، قلت استريح. اوكي الخاتم لو تفتكروا، الخاتم اللي كان بيتباع في عند القطة دي، كان في خاتم بيخلي الأعداء يركزوا عليك. كان ده دي من المواقف احيانا بتحتاج الخاتم ده لما بتكون مستعين بحد من دول، لان الهدف من الاستعانة بيه مش بالضروري احيانا ان هو يساعدك في البوس، احيانا بيبقى اسهل ان انت تلعب البوس لوحدك. ولكن لما بتكون عايزه يعدي من المعركة دي من غير ما يموت، فالخاتم ده بيفيد في كده. الغرفة دي مليانة بيبان سرية على ما اتذكر. مش هنا، هنا واحد اثنين. اوكي راستد كوين ملهاش اي لازمة في الحياة. وهنا مش حاجة سرية. لا اوكي نجرب الناحية دي، الناحية دي يبقى ده واحد. هنا في على ما اتذكر كان بيه ورا الصندوق ده في جثة، انا سامع صوته. خلينا نفتح تارجت شيلد هنا. هنا ايوه هو هنا. هنا انت كده، السلم اللي بيطلع على فوق تقريبا. هنا في حيطة سرية. هنا لا مازال في فتحة اظن كده.